السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مروان وسيم. طبعا في ناس بيقولوا خد بالك شهرين تنزل مش عارف ولا 3 شهور. بص، مش كامل. أنا لما اخترت رسمي أبدأ فيه مقدمي كده، جت الكورونا. لما جت الكورونا اسمها دي الأنمي اختفى عندي، مبقاش في حد بيعمل أنمي عشان خايفين من الكورونا. طبعا مفيش أنمي، مفيش فيديوهات. حد يقول لي طب في أفكار كتير جدا أنت معملتهاش، أقول له في مليون واحد أبدي عملها. ولو عملتها ناس يقولوا أنت بتقلد وداير. الناس أصلا يكونوا متبرمجين واخد يعني مثلا إيه مثلا أفضل رأيي عن أفضل أنمي. طب ما هو في ناس كتير جدا مثلا مبيحبوش الحاجات دي، يقولوا طب يعني هيهتم أنا إيه برأيك؟ وفي ناس بيقولوا رأيك وحش، طب ما مليش بعدها، وهكذا. إيه كده بقى، إيه كده مش بنزل، ملقتش حاجة أنا عارفة أنزلها. كده بقى إيه، مش بنزل. بصراحة بقى بالإند بورتال يا شباب بقى إيه. بص بقى يا جماعة، فا إيه عشان إيه أنا حكيت لكم عنه، كان مكنش في أي فيديوهات أقدر أنزلها. فا إيه ماينكرافت إيه والألعاب دي مهما حصل كورونا مش كورونا، اللاعبين بيصنعوا مودات جديدة وحاجات جديدة، وكل يوم بتنزل حاجة جديدة. ايه فانا قررت اني ايه ارجع قناتي الجيمنج، عشان ايه انا لما جيت احولها لانمي ما كنتش عارف ان الكورونا جت هتيجي، فاهمين؟ فا ايه هغير اسم القناة وهغير الصورة، يعني ان شاء الله تكون غيرتها لما كنت بتفرج على الفيديو ده دلوقتي. اظن انا كده قلت كل حاجة، ورديت على كل الأسئلة، والناس كتير أوي بيسألوها لي. دلوقتي أنا احتمال كبير جدا عشان بداية رمضان، فإيه هبدأ سيرفر جديد، احتمال يعني مش أكيد، يعني ممكن أجي أبدأ سيرفر جديد وألاقي مفيش أعضاء. ولقيت في أعضاء السيرفر يتفتح، لقيت مفيش أعضاء السيرفر مش يتفتح، ولا وأبدأ معاكم سنجل بلاير. وقف ناس كتير قوي يتضايقوا، بس يعني في مليونين قناة تانية منزلين فيديوهات كتيرة. فايه عشان كده هحول قناتي الجيمنج. فا يا جماعة بصوا، لو أنا دلوقتي هعمل السيرفر ده اللي يدخله يبقى يوتيوبر، فلو في أي يوتيوبر مهم على اشتراكاتك ولا أي حاجة، المهم بس إنك تصور فيديوهات عن السلسلة وتنزلها. فايه لو في لو انت اللي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، انت دلوقتي بتصور فيديوهات، فانصح لك يعني ايه جيلي في التعليقات وانا اجيلك خاص على الفيسبوك او الديسكورد. بس لو انت هتصور معايا لازم تبقى اسمها ايه دي عندك ديسكورد. لو ما عندكش ديسكورد مش هنعرف نتكلم، مش هنقدر نصور، لازم يكون عندك ديسكورد. تمام؟ فا ايه لازم يبقى عندك ديسكورد، مفيش ده الشرط الوحيد، يعني مفيش أي شرط تاني، يكون تكون يوتيوبر ويكون عندك ديسكورد. ايه ثانية بس أكسر الأبواب وأقفل. تعالى عند من ينزل عايزين عند البر دلوقتي. يعني انا دلوقتي حولت قناتي الجيمنج، وفي رمضان استنوا مني يعني ايه فيديوهات كتير ان شاء الله في رمضان، وهنزل لكم فيديوهات كتير. بصوا بقى يا جماعة ايه على الاحتراف،
يلا ايه في اندربيرج؟ الو ديجي، ايه في ايه حضرتك حبيبي؟ في اندربيرج شاف ماينكرافتية أصيلة دي ماينكرافت بقى يا الام، ايه في ايه يعني؟ انا بصور طبعا، لازم الام يبقى ايه جامد. حد يقول لي انت ليه ما بتضربش التنين؟ هقول له انا اللي مهما ضربته اسمه دي الحي من الابراج. قال لي انت ليه طيب عايز تطلع بالاندرويد؟ اقول له اولا عشان التنين لما لو رمى عليا نفسه مش هيلحق. مين يعني؟ انا دلوقتي طلعت نص المسافة، امتى هتنتهي يلحق يرمي عليا النفس؟ لكن لو انا عمال بطلع في نص ساعة يرمي عليا النفس وهقع. يا اندرمان يا غاتت، اختار لك منطقة تضرب فيها. تعالى لي انت بقى. لقمة احتراف. هدوء، مفيش غيرهم بقى. نطلع ببوابات التنين، بنطلع ببواباتك يا نوب. ايه ده، مش الكفر ولا ايه؟ يا تنين يا بس مش تعمل لي حاجة فرد في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، وانطلق. اقول لكم لا ننطلق، احنا مش عاملين سرير ولا اي حاجة، احنا داخلين ماسكين لابس الاحتراف. شفتوا احتراف رسمي؟ حد يقول لي ليه بتطلع بالمايه دلوقتي؟ اقول له انت ما نجست. جلتشات، جلتشات. لما اقول لكم جلتشات تبقى ماين درافت اختراق النهارده. زي ما قلت لكم بالظبط، يعني لو هي يعني لو مثلا انت مثلا انت دلوقتي مثلا انت مش يوتيوبر، بس سابق يوتيوبر وعنده ديسكورد، عرفت في قناتي وقول له اني عامل سيرفر وظبطني وظبط صاحبك وكده، يعني كنا نظبط. ليه الكلب يا سمين؟ اصبر لي انت بس، اصبر لي اكسر لك الابراج دي كده وهقفلك. تيجي بس ما ريحت كده، راح فين البورتال؟ اضرب اضرب، معلش معلش معلش، اديني يا عم، احنا مش شايفين من حاجة يا عم. ولا نخاف من شيء. انا بس مين؟ انا بس مين؟ احنا جامدين. يا بس هو بقى يضربنا بدون سبب كده، يضربنا ويجري زي الجبان كده. اتنين تلاتة،
يا تنين انت ايزي على فكرة. انا عديني انا مش خايف، بخاف من التنين يبقى جبان. التنين ده دب اصلا، يقعد ينتف عليك كده بدون سبب وبدون هدف، وفي الاخر بنموته وبنجلده جلدا جلدا. طب دي هو نتف عليها وهي ما حصلهاش حاجة ازاي؟ يعني هو نتف عليها كده واحنا مش طالعين، ولا احنا طلعنا وقعنا، ولا حصل؟ اه ضربنا بقى بنفس تنين واحنا اصلا مبنحصلناش حاجة. انت ايزي كده، كلام مكسورة تقريبا كده، كل ابراج اتكسرت. طيب انزلي بقى، انزلي. ماشي ماشي، انت عايز تتهوش؟ اصبر بس التنين يطلع. مين طلع اصلا؟ يا ابني ايه؟ يعني مش انت اللي جاي؟ ليه بتجري بقى؟ تقعد يعمل زي الناس اللي في بيج بورز، اللي يجوا يحاولوا يكسروا بيتك وبعدها يقول لك تيه تيه ازاي؟ ما كنت عايز تكسر سريري. طب ما تنزل يا تنين. طب ما تنزل، انزل يا تنين. ايوه كده، احنا لازم كده. ما تنزل عدل، وانت يوم ما تنزل تنزل لي ثانية كده وتنبت. ده انت تنين ايزي اصلا. في برج، في برج. نو يا لم تظبط معنا. التنين نزل، الله، يعني يوم ما نبعد التنين ينزل. خدتوا بالكم، خدتوا بالكم ماين كرافت. نوريك يا تنين يا نوب، نبات ونلحق قبل ما تنين يهيل من البرج. لا بيهيل 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 كده، في برج هناك كمان. هو هيل ازاي؟ مش فاكر كان ده ولا التاني، بس يعني هو التنين بطل تضرب بدون سبب. اصبر اكسر لك ابراج بس، يعني هو ده ولا صح؟ ارجع ارجع كل حاجة. نيو هو ده بورك؟ لا ده مش بورك. مكسور مكسور مكسور، كله مكسور. انزل انزل انزل. ايوه ايوه انتحار. يطلع عليها مفروض استريح. انزل انزل. انزل انزل تنزل تلمسني وتجري، يعني ايه الجبن ده يا جماعة؟ هو نزل نزل نزل.
ننزل جوه بقى صح؟ لا عارف انا ينفع اخد نفس ولا لا؟ انا ميت كده اهو، هنزل لك في نفس، هموت هموت هموت. بس لا حاجتي 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 مكتي مكتي حاجتي مكتي حاجتي مكتي لا بس البوت بس البوت 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 لازم البوت هو بيها النهارده الجزمة الجزمة عشان نقتلهم بالجزمة، ضيع لنا الجزمة وسيفينهم بقى، إيه؟ السيف قريب، أنا الباكيت إيه السيف، كم بقى الشبشب اللي هنقتل بيه، طب ده ما بيصرف من سبب ده، من ما يصدره، الأدب، معلش أصوات صوتك تتكلم مع الناس ما تضرب ماشي عموما يعني في أي يوتيوبر وعنده ديسكورد يكتب لي في التعليقات وأنا أقول له إزاي وأنا هقول له القوانين وإزاي يخش وماشي مع السلامة جود باي.